حافظك ما بقاش معي. مساء الخير على كل متابعي منصة أبو كبير ميديا، معكم سمر مكي من محافظة قنا، ولايف جديد النهاردة عن قصة صعبة، قصة كل تفاصيلها صعبة. زي ما احنا شايفين الستات هي اللي في محصول القصب بتكسر، هي اللي بتجل، هي اللي بتقشر القصب. احنا النهاردة معانا مجموعة من ستات الصعيد داخل محصول القصب في محافظة قنا. زي ما شايفين القصب التجيل ده الستات بتشيله، والستات هي اللي بتكسر. انتوا واقفين على الصحراوي يا جماعة، الزرع ده في على الصحراوي، في على الصحراوي في الجبل في محافظة قنا. احنا معانا مجموعة ستات، كل ست منهم وراها قصة أصعب من الثانية، قصص صعبة هنتعرف عليها من خلال الستات نفسهم اللي بيكسروا. بصوا يا جماعة، دي أصعب شغلانة ممكن حد يشتغلها من الرجال، بيشيلوا هم موسم الشتاء عشان خاطر قصر القصب. احنا النهارده معانا الستات عايشين الشتاء صيف، يعني الشتاء صيف عايشينه صيف الاثنين، عشان الجو الحر اللي هم عايشين فيه بيشتغلوا الشغل الصعب ده. وهم في الجبل على الصحراوي مجموعة ستات، كل ست فيهم وراها قصة وحالة خلتها تشتغل الشغلانة دي أصعب من الثانية، أصعب مما أي حد يتخيل. ممكن نتكلم معاك بعد إذنك؟ اتفضلي. عايزين نتعرف بيك الأول، وقولي لي دورك إيه في كسر القصب؟ مريم عبد الحميد. علي لي صوتك معلش. مريم عبد الحميد، مركز الوقف تبع محافظة جني. بشتغل في الزرع عشان أربي عيالي. ما معيش يعني وظيفة، أنا مش متعلمة خالص، وعم معلم في عيالي. معلم في عيالي، ولدي مدخلها كليه وهو تعبان مريض. معاك ابن مريض؟ معي عبد الرحمن. قولي لي بتصحي من الساعة كام للساعة كام؟ بصحى الساعة 4 الفجر، على ما نصلي ونفطر ونطلع الساعة 5 الشغل، 5 الصبح نرجع على الساعة 11. بعد كده نطلع نروح وناخد ساعة راحة في بيتني، بعد كده نرجع على الشغل تاني مساء اللي هو بعد الظهر. يعني انتوا بتشتغلوا من الساعة 4 الفجر للساعة 11 الظهر، وبعد كده بتروحوا تتغدوا تاخدوا ساعة وترجعوا تاني على الشغل فترة مسائية. بيشتغلوا شغلانتين، بيشتغلوا وردتين في الغصب يا جماعة. عشان خاطر يعني محتاجين، مش ظروفنا صعبة يعني، وانت عارفة الغلاء والدنيا اللي عايشين فيها دي بقي فيها. طب جوزك فين انت مثلا؟ انت منفصلة؟ انت اللي بتصرف على اولادك؟ انا اللي بصرف عليهم بعلمهم. بص يا جماعة، بص الستات بتشتغل ازاي. دي حالة ست معانا، ست مريم معها ابن مريض، تطلع تشتغل عليه في الشغلانة، في شغل الغصب، في الشغل الصعب. الغصب عامة شغله صعب، كل أي حاجة خاصة بالغصب صعبة، فما بالكم الستات هي اللي بتشيل وهي اللي بتكسر وهي اللي بتقشر، طالعة زيها زي الرجالة. بصوا في يوميات رجالة وستات اهو. احنا معانا النهاردة الغيط ده، الزرع ده، في ستات ورجالة. شكرا لك. عايزه اتكلم معاكي معلش. خليكي ماسكاه، انا عايزاكي تشوفي ماسكاه. بصوا يا جماعه، دي ده شكل ست من ستات الصعيد محافظه قنا، طالعه بطوريه وملسمه عشان تشتغل الشغل الصعب ده، اللي طبعا لو في بديل ليها وفي حياه كريمه ليها ما كانتش طلعت اشتغلت الشغلانه دي. طالعه ليه تشتغل الشغلانه دي؟ طالعه الايام صعبه وما معيش، وانا مطلقه لي 20 سنه. منفصلة من 20 سنة؟ من 20 سنة، وطلقت 6 بنات، جوزت منهم بيت، معايا 5، ومعايا بنت توفت كانت عائليا، واد وبيت. معاكي بنت اتجوزت وتوفت ومعاها أطفال؟ أيوه، ومعاها واد وبيت. الواد كان عنده 4 شهور، دلوقتي كبر. معايا البنت، بنتها كبرت دلوقتي، وديتها ثانية تمريض. أنت اللي بتصرفي على بنات بنتك اللي توفت؟ أيوه. وعلى الخمسة اللي معاكي؟ أيوه. ومعايا بنتي ثاني مطلقة، ومعاها ولدين، وكله قاعد معايا في البيت، وبس مش لاقي حاجة يعني، حملت على نفسي.
الظروف صعبه ما لازم عشان كده بنطلع نشتغل. انت بتعيطي ليه؟ بعيط ما الظروف صعبه ما فيش هجيب منين من الجنينه. ايام ربنا يستعد الجنب كده نام عيط لاخر اثنين بيجيب لي امي توفت وابويا توفى ومعايا امك توفت وابوك توفى مش معاكي حد يساعدك. ما معيش حد يساعدني غلط زي ما يا خير يا بغيت يجيب لي حاجه يجيب لي كل لحمه يجيب لي حاجه. تشتري لحمه؟ لا مش بشتري لحمه اكثر من 200 و 200 جنيه والله من الضحيه. والله العظيم سنتين ما دخلناها البيت والله من الضحيه ما دخلناها. ما كلتش من سنتين لحمه؟ من سنتين حتى الجمعيه الخيريه تجيب لنا كل لحمه ولا تجيب لنا حاجه. بصوا يا جماعه الست بتعيط. من الكيلو البنات ما ينفعش نسيبوها نرموها والولد بتتشرد لازم نفتكر الرب. تربي مغول تربي المرار كافئ منه كافئ منه. كيف بنطلع في عز الحر الشهر 7 ننظف القصب زي كده؟ يعني انتوا في الشتاء بتكسروا غصب في الصيف بتنظفوا الغصب الزهر؟ هو صغير اي بننظف ونظيف وبنزرع لما يكون زرع بصل جنب طماطم مع النار اي حاجه بنشتغل اي حاجه اهم حاجه القرش بعرف جبنه وخزانه. لا اله الا الله. بصوا يا جماعه الستة شايله الغصب ازاي بتتحايل في الغصب محايله لعيدان الغصب تجيل. ممكن نتكلم معاكي؟ عايزاكي تقولي لي قصتك ايه؟ القصه اللي خلتك تطلعي تشتغلي الشغلانه دي؟ تطلع من الساعة كام للساعة كام؟ من الساعة الفجر الساعة 5. من أذان الفجر. من أذان الفجر. آه. لغاية بص يا جماعة كده احنا ظهر لما كسروا القصب ظهر قدامنا ان احنا قاعدين في الجبل. هم طالعين في الجبل. قاعدين في الجبل. نعم. آه. نتغدى ونوصل البيت نتغدى. تصحي الفجر تطلعي ورديه من الساعه 5 للساعه 10 وتتروح وتتغدى وترجع تاني فتره مسائيه زي اللي احنا فيها دلوقتي على طول. معاكي كام اولاد بتصرفي على مين؟ معي 3 اولاد وبنتين. جوزك فين؟ جوزي كبير طالع معاه. كبير في السن؟ كبير. انت اللي بتصرفي يعني؟ تمام شكرا لك. شكرا لك. بصوا يا جماعة ست في سنها دي احنا في الزرع في رجالة وستات انا عايزه اتكلم معاكي. ما اتكلمتش معاكي انا صح؟ اتكلمت معاكي؟ دلوقتي؟ لا عايزه اتكلم اتعرف على قصتك ايه؟ بس انا ما كانت عيال. خمس عيال. ما كانت عايشين بيت. بيتك اما راح قال لي يومي عزيزي، زادي لازم تسواك على باب الله. يتيمة برضه في نفس الوقت. يتيمة ماشي انا عذاب الجايين كانت تضحية. اه. عجب لو بلغت عيني معايا عجب يا جاب لي حد له حد خد حد ملخص يا مسدس الدروس غالية دي كل حاجة صعبة مرة. اه اكبر عيني معايا سنة اولى تسع ثانوي عاوز مصاريف وديت اولاد اصغر مني ما دوب يا مرام على التحاليل وعلى العلاج ومعايا ريت اصغر عيني سنة اولى ابتدائي خمسة خمسة في المدرسة. ازاي بتقدر تكسر غصب التجيل ده وبتطلعي في الفجر؟ انا محتاجة اه محتاجة ودينا لقيت صعبة اللي احنا سنة دخلوها بيتنا يا فاروق يا جيب الفراجة مش بتغدي عيالنا ومستلفين منا ومنا مش متغدين ومقدمين الديون عشان انت ست العيلة حتى كسوة العيلة مش انا غديها من بسبب الشغل دي ودي انا ادم قد الشغلانة اللي جداها على الدكاكين على الدايرين من قدام البيبان مش مقدد لبس العيلة ولا لبس ولا حاجة والعيشة يا باشا بدك صعبة قوي على الاكل والله مش تقول الناس زي بنت البيوت وخلاص مفتاحة في البيوت مقطوع لها باب خلاص شوف العيشة من جوا الباب ولا ما تجيب لها جمعية خيرية ولا عاجة ولا نقض قرض ولا عاجة. بتطلعوا كل واحدة بالطورية الصبح والفجرية بتطلعوا مع بعض؟ أيوة.
طب انتوا جايين الجبل كده المشوار البعيد ده، ما احنا محتاجين الحنان عليها مره متر راجل دي الرجاله. هي كل واحده فيهم كلمه متر راجل دي اقل اقل حاجه. شايفين يا جماعه الستات هم اللي طالعين، واحده معاها مريض ابنها مريض قلب وطالعه تشتغل منفصله، وست معاها جوزها كبير في السن. انت اللي جوزك كبير في السن، بصوا يا جماعه انتوا اللي بتقشروا برضو ده ضمن اليوميه مش تكسروا بس، تكسروا وتقشروا وتشيلوا وتحملوا برضو تنقلوا لو قالوا عاوزين نشيلوها بدل ما نشيلوها اي حد ما نشيلوها. بصوا يا جماعه شفنا معاكم مجموعه يعني نموذج بسيط من مجموعه الستات الموجوده، في ستات كتير جدا كل قصه صعب. احنا هنتكلم مع الشخص المسؤول عن توزيع مثلا الانفار، مقاول الانفار المسؤول عنهم. ايوه معاك المقاول الانفار ابو مازن الشهير بعبير اللي مشغل العماله بتاعت مركز الوقف كله، سواء قصب او حصيد او عزيق. نطلع الست دول. ايوه الست فيهم كلمه 100 راجل قليله، التعبير قليل يعني زي ما انت شايفه حضرتك شغالين وسط الرجاله وشغالين مع القل، يعني عايز توكل عيالها اللي جوزها متوفي اللي يتيمي اللي ولدها مريض مرض القلب. المعيشه صعبه صعبه جدا المعيشه، هي إيه تعمل لها اليومين دول؟ المفروض يبقى لهم مكتب عمل زي الموظفين، واخد بال حضرتك؟ تامين صحي، يعني ركيك النفر ما طلعش يوميته معاي ولا من عندي مع المزارع وكان تعبان هيروح يديها له؟ مش هيديها له، والمزارع كمان كتر خيره. القصب زي ما شايفاه حضرتك ما جايبش الكماوي والدنيا والغلاء. طب الستات بيطلعوا الفجر عادي؟ الستات بيطلعوا يا دار الفجر عم كل واحد عم يلقاهم قدام الباب وتوكلوا على الله. ما عملتش ما قدراش وعم تعمل طالع على اليوميتين ومكفيات. طالع على اليوميتين شغلاهم. يعني شغاله ورديتين ومش مكفياها. واحده برضو معاها بنتها متوفي. شيل السيجاره بس عشان واحده معاها بنتها متوفي وعين عيال بنتي وعيالها هي برضو. يعني عيال بنتي عيال بنتها اليتامي وعيالها هي برضو اليتامي. بعد ما بيخلصوا كسر المحصول بيفضلوا هم يقشروا. بعد ما يخلصوا الكسر يرجعوا يقلحوا ويقشروا عشان العود يطلع بجوده جيده. يطلع العود نظيف من غير شوايب. واخد بال حضرتك؟ فنرجو من الساده المسؤولين ينزلوا للناس الغلابه دي باي مساعدات حتى توفير حياه كريمه. يعني احنا عندنا في حزبة علام عندني ما وصلتناش حياه كريمه، لا ميه ولا طرف صحي ولا كهرباء، وقاعدين تحت حضرتك ايه اللي ملفوف في ثبات دفوس، اللي قاعد ثبات دفوس. يعني والله يعني الستات دول عايشين في سبايت. ما انا وريتك على الطبيعه البيوت وريتني وشفتها، بس انا عايزه انت اللي تقول مش انا، عشان انا بيقولوا ان انا يعني على الطبيعه. يعني هل معقول هتبقى لاقى قوت هي وقوت عيالها وتطلع وسط الرجال في الوجود والشغل نفسه صعب والقصب ده فيه زيابه حضرتك قومة الفجر في الضلمه واحنا في الجبل واحنا في الجبل احنا علينا على كده في الصحراء الغربيه، الصحراء الغربيه بتاعت جيني المزرعة الثروات بتتقل بتاع الصمدة. واخد بال حضرتك؟ فنرجو من السادة الموضوع يعني يوفروا لهم حياة كريمة، حتى على الأقل يعملوا لهم مكتب مكتب عمل حتى لو ما فيش في شغل في للأنفاق. وفيهم ناس مقدمة على قبض السيسي وما جالهاش، ناس كثيرة مقدمة على قبض السيسي وما جالهاش، وفيهم ناس وصل السن المعاش وما صرفات. كل ما يروح يقول يروح ويجي وما فيش. يعني نظرة المسؤولين الكبار سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان بيقول لو دابة عثرت في الشام اخاف اكون انا مسؤول عنه. فالسادة المسؤولين يعني نظرة للغلاب. انت اللي ما عندكش ميه ولا كهرباء. واخد بال حضرتك؟ ولا ميه ولا كهرباء؟ طب البيوت بتاعتكم مرخصة؟ يعني داخل الحيز؟ باني خارج الزمام حضرتك مرخص؟ لا. حاليا حضرتك حتى اللي انت ساكنه فيه حضرتك مرخص؟ فيش حد بالي من داخل الزمام جدك فيش حاجه اسمها ترخيص؟
حته يعني هم بيوتهم قديمه؟ قديمه ومش مش مركبين ميه. من دير العله زي ما انت شفتيها كده. هذه الحياه كريمه بتاعت السيد. احنا عاوزين حياه كريمه يا انتوا. حياه كريمه مساعده للناس دي اللي مكفيهات. يعني الواحد عم يجي معاها شويه معاها اطفال ايتام اللي في المدارس. واخده بال حضرتك؟ بتشتغل ايه؟ تعمل اخلاقي. تشتغل ايه؟ درجة نظرة يعني تشتغلي شغل ثاني غير الغصب. تشتغل يعني اي حاجة قدامك عشان تجيب فلوس. بص انا بص منظرها يا جماعة، حاطة المنجل على الكتف على كتفها وملسمة وبتشتغل الشغل. حاجة برضو. اتفضل. انا كنت شغال في الشغل برضو ومعايا سورتين طاقم في عربية ملاكة، معايا واحدة ست ماتت وواحد مركب شرايح مسلمين وناس تجيب مكتبة ولا حاجة. انا منتو ناس وناس كلها غلاط. يعني واحد يعني اول عملنا حادثة يعني معسكر المقاول ابو ماجد. يعني الناس الغلابة دي والله ما مكفيها اليوم. هي بتشتغل يومتين الستات. يومتين؟ ايوه. ومكفيني. مكفيني. حياة صعبة. حد فرجة. حياة صعبة. فرجة كلمة 85 جنيه. والله ما رحنا السوق النهارده. باكل شاي ب 45 جنيه. كله السكر ب 24 جنيه. النهارده السوق المفروض كان رحنا السوق وسوقنا عيالنا وجبنا دي وما جبناش. ولا رحنا لا جبنا لحم ولا جبنا فروج. 85 هنجيب فيها. والله ما رحنا السوق. جبنا منه ولا يعني بتوفر اليومية الحاجات الثانية غير اللحمة. والله عليا بنتين قسم بالله عليه 70000 جنيه سحبها. عشان جوزت بنتك؟ اي جوزت بنتي. اي والله. بصوا يا جماعة. حتى نعملوا حتى بعمل لو ما فيش شغل عندنا. قصة أصعب يعني كل ست. كل قصة أصعب من الثانية، كل ست تحدت يعني دول بيتحدوا المستحيل عشان يشتغلوا الشغلانه الصعبه دي في الغصب في الجبل. ستات بيشتغلوا يكسروا وبعد ما بيكسروا بيفضلوا يقشروا زي كده الغصب. طب انتوا بتاخدوا اللي بتقشروه ده تبيعوه مثلا ممكن يساعدكم ولا صاحب الزرع؟ ما نبيعوش حاجه يا دكتوره. احنا ما نبيعوش حاجه، احنا شغالين باجرهم. بس ما تاخدوش حاجه. لا اله الا الله. موسم قصر الغصب ده يا جماعه اصعب موسم، صعب على الرجاله نفسهم. مش بيتحملوا ان هو الشغل بتاعهم لانهم بيصحوا الفجر عشان يخلصوا الساعة 9 الرجالة عشان الجو الحر بيعسوه في وسط الغصب. احنا معانا الستات هي اللي بتشتغل الشغلانة دي وبتشتغل وردتين تكسر وتقل وتقشر. وردتين بيصحوا الفجر لغاية الساعة 5 المغرب بيريحوا بس ساعة الظهر وبيرجعوا تاني على الشغل. اللي منفصلة ومعاها أولاد، اللي متجوزة وجوزها كبير في السن، اللي جوزها شغلانته ومش بتكفي مصاريف أولادها حتى الكراسات بتاعت أولادهم في المدارس. قصص صعبة شفناها معاكم النهاردة في لايفنا مع الستات اللي تحدت الظروف وتحدت المستحيل واشتغلت في كسر القصب بالعمة والطورية المنجل جوانتي في ايدها ملسمة. بصوا يعني الطريه تحت رجلها والمنجل فوق كتفها. يعني المنجل تفكك بيها الربا تحت القصب القصب المربوط. هي بتطلع بطريتي ومنجلي. تجيب الطريه بتعدي وبالمنجل. الطريه تكسر فيه القصب الواقع. المنجل تحمل فيها القصب. ده كمان في ست حامل وبتشتغل الشغل الصعب ده. يعني في ست فيهم يا جماعه حامل وبتشتغل في حامل في التاسع؟ والله في التاسع. ومعايا ست كتير بنات وعريم كانت حامل ورجعت ولدت معايا في الزرع. ولدت هي وبتكسر القصب؟ ولدت هي وبتكسر القصب؟ والله العظيم في الزرع.
فيهم ست حامل يا جماعه، هي مش قادره تطلع معانا، ورايا حامل في الشهر التاسع وبتكسر القصب. معايا واحد بعد ما قالوا احكوا مين توفى. هو شغال توفى؟ توفى على شغل. لا اله الا الله. عشان دي شغلانه صعبه. ده الشغل الصعب يعني، هو بيشتغل شاب معاه توفى. والقوامة البدرية تطل حاجة نادرة على الزر. طل المية. أيوة طبعا الفجر التلج، احنا في الشتاء. تلج. ودي ما انت شايفها على الهدوم على كد حاجة. ربنا يتولاهم. دينا رب اسمه الكريم. وداك الله يبنى معاكم النهاردة، واستنونا في لايف جديد وقصة جديدة من محافظة قنا. دمتم في رعاية الله. مع أنصار المقاومة.